Cette année, nous avons sélectionné trois romans qui ont marqué la littérature arabe. Al-Khubz al-Hafi de Mohamed Choukri, Moudun al-Naml de Abderrahman Ayoub et Jumhuriyat Ka'ana de Ali Aswan. Après la lecture de ces œuvres et de tumultueux débats, la classe première OIB de Madame Ben Ali choisit aujourd'hui le vainqueur du prix. La semaine de la langue, symbole de la pluralité des cultures, est une occasion pour nous de clôturer ce projet qui honore la langue arabe. والآن سنبدأ بتقديم الكتب التي قرأناها. سنبدأ بالخبز الحافي، ثم جمهورية كأنه، وأخيرا مدنة. الخبز الحافي، سنبدأ بالتعريف. تعريف الكاتب الخبز الحافي: ولد محمد شكري عام 1935 في شمال المغرب، وعاش طفولته صعبة وقاسية في قريته، ثم نزح مع أسرته الفقيرة إلى مدينة طنجة عام 1942، وهو أديب مغربي. لم يتعلم القراءة والكتابة إلا في نهاية عقده الثاني. بنى مجده الأدبي على رواية الخبز الحافي، وشكل البؤس والفقر عناوين بارزة لجل إبداعاته. رفض الربط بين الإيديولوجية والأدب، الخبز الحافي هي رواية تعد من أشهر النتائج الأدبية للكاتب محمد شكري وأكثرها جدالا. كتبت بالعربية سنة 1972، وترجمت إلى عدة لغات، وعددها 39 لغة أجنبية، ولم تنشر بالعربية حتى سنة 1982 بسبب ما أثاره الجدل حول جرأتها غير المألوفة. حكى الراوي مأساة إنسان أبى الظروف إلى أن يبقى في ظلمات الأمية تحت الاستعمار، وما ينتج عنه من انتشار الفقر والجوع والجهل. علاء الأسواني مولود القاهرة، أديب وطبيب أسنان وناشط سياسي مصري. حاز على العديد من الجوائز العالمية في الأدب، وترجمت رواياته لأكثر من 37 لغة مختلفة، ونشرت في أكثر من 100 دولة. كتب العديد من الروايات، أشهرها جمهورية كأنه التي نشرها سنة 2018 عن القاهرة، ويناير عن مازن وأسماء واللواء العلواني والشيخ شامل وكثير من آخرين هذه من الشخصيات التي شكلت فسيفساء الثورة. رواية صادمة ومرعبة ومشوقة عن إحباط الثورة عبر التحالف الغاشم للخطاب الديني السلطوي والإعلامي. السلام عليكم ومرحبا بكم بجائزة الشبي. اليوم سوف أتحدث معكم عن قصة تونسية معروفة، وهي مدن النمل للكاتب التونسي عبد الرحمن أيوب. مثل ما يدل عنوانها، تتحدث هذه القصة عن النمل، ولكن لا تتحدث عن النمل فقط، فهي تتحدث أيضا عن المجتمع التونسي، أسرة تونسية التي نعيش فيها نحن. فتقارن هذه القصة النمل ونمط عيشهم بالأسرة التونسية، بالشعب التونسي، وتقارن أيضا النمل بالعديد من الحيوانات الأخرى مثل النحل، وتقارن النمل بين بعضها، يعني النمل السوداني بالنمل التونسي بالنمل الأمريكي، بكل الأنواع من النمل التي يمكن أن نجدها في هذه الأرض. يلا نتحدث على الإطار المكاني والزماني. فهذه القصة تدور بالبلاد التونسية مثل ما يدله العديد من الأماكن المعروفة مثل مستشفى الرازي، وتدور بالقرن 21، يعني زماننا هذا العصري، لأنها تحتوي على العديد من الكلمات العصرية التكنولوجية التي يعرفها كل الشبان مثل الفيسبوك والإنترنت، ما يدل على أن هذه القصة عصرية للغاية، وما جعلنا نحن القراء الشبان معجوبين بهذه القصة. إيه هو النمل الذي والآن سنبدأ بجدال حول أول قصة، وهي قصة الخبز الحافي التي أثارت جدال بعض العلماء العرب. تفضل. بالنسبة لي، تستحق رواية الخبز الحافي لكاتبها محمد شكري أن تتوج بجائزة الشابي لما تحمل
في تيتها من أبعاد واقعية تجعلها مرآة للمجتمع المصري وبصفة عامة المجتمع العربي. لقد نجح الكاتب في تصوير واقع المعيش، وهو عبارة عن تمييز بين مكونات المجتمع من طبقة فقيرة الذي كان ينتمي إليها الكاتب، والتي تمارس العنف داخل الأسرة وتحتقر المرأة ولا تعترف بمساواة حقوقها مع الرجل، وطبقة البرجوازية التي لا تعرف الجوع والخصاصة وتعطي أهمية للحقوق والعيش الكريم. كما صور لنا الكاتب مدى أهمية الظروف التي يمر بها أفراد المجتمع في تكوين شخصيتهم وسهولة انحدارهم في الانحراف. بذلك يكون الأسلوب الواقعي الذي اتخذه الكاتب وسيلة مقنعة ومؤثرة ينقد من خلالها بشدة الظروف الاجتماعية المزرية للأغلبية الساحقة من المجتمع المصري في عصره، وهي طريقة تعبير تشد القارئ لثورة جيل كامل كان ينتمي إليه استسلاما قهرا لمصيره، ولكنه أبى أن لا ينتفض عليه عن طريق الكتابة وكتابة هذا العمل الأدبي وشهادة على العصر. شكرا. أحببت هذا الكتاب لصدق الكاتب في رسم حياته من غير إخفاء الحقيقة وبدون رقابة، فهو تعدى بصفة ما القوانين المعنوية التي كانت تنظم الأدب العربي في ذلك الوقت، وقام بتناول مواضيع محرمة في المجتمع شمال أفريقيا في تلك الفترة مثل المخدرات والعنف والجنس بما في ذلك البغاء، فقد قام بوصف المقاهي والدروب بأدق تفاصيلها وكل أسرارها، ووصف عادات سكان المدن المغربية السهر في الدروب والخمر والكيف في المقاهي، كما قام بوصف سلوكه، فلم يعطي صورة جيدة لنفسه أمام القراء، بل قام بوصف دقيق واقعي لمغامراته الليلية وكل رغباته وشهواته الأكثر جنونا، حيث وصف المرأة الأولى التي دخن فيها الكيف وشرب الخمر وتجربه الأولى في دروب المغربية، كل هذا في سن 14. وبذلك لم يرد محمد شكري أن يخضع لقوانين الأدب، بل أراد فقط أن يتناول حقيقة يريد البعض إخفائها. ولكن كان بالإمكان الارتكاز أكثر الشخصية الثانوية، كانت تعرف على طريقة تفكيرها مع الصعوبات التي تجبر الحياة أن نواجهها، ارتكاز الذي سيساعدنا أيضا بتحليلهم مما سيعطي القصة أكثر انفراد. قام الكاتب بخطأ حين كتب أسئلته الذاتية حسب وجهة نظري، لأن إذ قام بتقديم لنا أكثر تفاصيل على الأفراد الذي كون المجتمع الذي ترعرع فيه، فسوف يكون فهم القصة أكثر سهلا دون أدنى شك، كما أن إذ قام بوصفهم المزيد لو كانت الرواية تشبه سيرة ذاتية بأتم معنى الكلمة. أظن أن الكتاب صعب للقراءة، فهو يحتوي على مقاطع تسبب الضيق بسبب عنفها أو البؤس العميق الموصوف فيها. على سبيل المثال، المشهد الذي يقتل فيه الأب الشخصية شقيق الشخصية الرئيسية، فهو مشهد مروع للغاية. حبكة الرواية بأكملها كئيبة تماما، وهو كتاب غير سلس للقراءة، فهو يجذب القارئ بالنسبة أننا نشعر بالحزن والبؤس والعاطفة دائما لما يحدث للشخصيات وأسلوب حياتهم السيء أو بسبب الحرب والاستعمار وما إلى ذلك. شكرا لكم أصدقاء على هذا الجدال حول قصة الخبز الحافي، وهو جدال جيد. والآن سنمر إلى ثاني قصة، وهي قصة جمهورية كأنها. تفضل. أكثر شيء شدني في هذه القصة هو موضوعها وسردها بتفاصيل محددة ومن خلال وجهات نظر مختلفة، التي أصرت فيها الشخصيات على أسرار كنا نجهلها حول الثورة التي أقيمت في مصر في تلك الفترة من الزمن. هذه الرواية هي رواية معاصرة تسرد أحداثاً تشبه التي عشناها
في تونس خلال فترة الثورة التونسية سنة 2011، حيث عرفتنا بالقمع الذي يتعرض إليه الشعب المصري، وخاصة من وجهة نظر الشباب الذين يسعون إلى الإصلاح، وهذا حسب رأيي ما ساهم في جعل هذا الكتاب مشوقاً. أما أنا فما أعجبني في هذه القصة هو أنها تعرف القارئ على مختلف الشخصيات، فهناك شخصيات تمثل أشرسة سياسية التي لا تتورع عن ارتكاب أفظع الجرائم حفاظاً على مكاسبها، ومن ثم فإنها تقاوم التغيير بشتى السبل لأنه يهدد وجودها، وهناك شخصيات تمثل الشباب الثوري بطبقاته المختلفة، فخالد مثلاً خالد مبني هو طالب في الطب وعضو في الجمعية الوطنية للتغيير الذي استشهد خلال الثورة. هو ابن سائق، وهناك أيضا دينيا ابنة أحمد العلواني وهو رئيس جهاز سيادي، وهي ممثلة الشباب التي تخلت عن مصالح طبقتها من أجل مبادئ الثورة. إلا أن نهاية هذه القصة هو العنصر السلبي فيها حسب رأيي، فقد كانت غير متوقعة، فاستسلام عديد الشخصيات وتخليهم عن الصراع كأب خالد الذي استسلم للانتقام لابنه بصفة غير قانونية، أو المدرسة أسماء التي تركت الصراع وسافرت خارج البلاد، وغيرهم من الشخصيات، فهذه النهاية كانت مخيبة للأمل بالنسبة لي. وهذا ما يجعلنا كقراء نفكر في مثل هذه القضايا، إذا دعونا الكاتب من خلال هذه النهاية إلى المشاركة في هذا الصراع ومحاربة نظام الفاسد. ولكن ما لم يعجبني في هذه القصة هو أن الكتاب طويل جدا ولم أحدث فيه الذهاب والإياب بين قصص الشخصيات، فالرواية متكونة من مجموعة شخصيات تناهز عددها 20 شخصية، وفي كل فصل يحدثنا الكاتب عن شخصية، وبالتالي فليس هناك تسلسل في الأحداث، ولكن هذا الأسلوب يصنع نوعا من التشويق، حيث غالبا ما يتعمد الكاتب الانقطاع عن رواية قصة أحد الشخصيات ولا يعود إليها إلا بعد أن يذكرها بما يحدث في حياة بقية الشخصيات. نشكركم أصدقائي، والآن نمر للكتاب الذي انتظرتموه طويلا، وهو الكتاب الذي أفضله والذي قرأته، وهو كتاب مدننا. تفضل. سأبدأ أنا. مدننا هو كتاب كتبه عبد الرحمن أيوب، وهو حسب رأيي متاح لكل أنواع الناس، الصغار والكبار، النساء والرجال، ولكن لفهم محتواه صحيح وفهم 100% من محتواه يجب أن يكون القارئ متعلم. لهذا لأفهمه قرأته 2 أو 3 مرات لأفهمه. إذا هذا جانب سيء، لأنه غير متاح لكل أعمار، متاح لكل أعمار تقرأ إذا لفهمه أنه يحكي عن النمل وعلى تجارب عن النمل، ولكن غير متاح لكل أعمار لفهم مقارنتي للنمل مع جانب الإنسان، مع الطبيعة الإنسانية. أوافقك الرأي، ولكن أريد أن أتطرف في موضوع آخر. فما أعجبني في هذا الكتاب هو أولا وقبل كل شيء هيكله، لأن هذا الكتاب يتكون من 4 أجزاء متميزة، وكذلك طريقة المؤلف في الكتابة خاصة جدا له. وأكثر ما أعجبني هو محادثة المؤلف مع صديقه، فيتتاولون الحديث عن النمل الذي قد يبدو غريبا ولكنه مثير جدا للاهتمام. هذا رأي جميل طبعا، ولكن هذه من ميزات هذا الكتاب، ولكن يوجد ميزة ثانية أن هذا الكتاب يأخذ كثير لتعليل أفكاره، يستعمل كثير من الآيات، الآيات القرآنية ومن الإنجيل والتوراة، ليكون أول شيء مفهوما من كل الديانات، وثاني شيء أن يكون صحيح ومعلم. ما رأيك؟ كنت أرغب أن يكون هناك العديد من الشهادات، حيث يتحدث كل واحد عن حكاية، حيث تعلم شيئا من عن النمل. وأظن أن لم يعجبني الكتاب في لأنه لا يوجد العديد من الشخصيات. نعم، هذا جانب سلبي لوجود شخصيتين، شخصية الراوي وشخصية صديقتها التي حكى عليها التي تكلمت 2 أو 3.
لهذا هذا جانب نستطيع أن نتقبله سيء، ولكن نستطيع بطريقة أن نميز هذا الكتاب بأنه يكون مثل السيرة الذاتية. هل لديك ما تضيف؟ لا وشك شكرا. والآن سنمر إلى خاتمة هذا الجدال، خاتمة هذا الجدال الذي حكى على كثير من الأمور والذي تميز بكلامه مع كل تلاميذ الصف الأول خمياط جي أ تلاميذ الأوي بي. تفضل. Le vainqueur de cette édition 2021 du prix Chebbi est El Khoubz El Hafi de Mohamed Chokri. C'est une œuvre qui a marqué nos élèves et qui a éveillé en eux de nombreuses réflexions, tout en restant très accessible. Nous espérons que ce débat vous aura intéressé et plu. Nous nous retrouvons certainement pour une prochaine édition du prix Chebbi et nous encourageons les élèves à faire perdurer cette tradition. Merci à tous les élèves qui ont contribué à ce beau projet et à Madame Ben Ali de l'avoir dirigé.